نظمت أسرة المنتصرين لذوي الهمم بالفشن التابعة لبرشية بيبا والفشن يوم الاثنين الماضي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، وذلك في مدرسة سان مارك بمدينة الفشن. واستقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا استيفانوس أسقف لبرشية الدكتور محمد هانيو غنيم محافظ بني سويف وعدد من قيادات المحافظة وبعض من نواب البرلمان، حيث افتتح السيد المحافظ ونيافة الأنبا استيفانوس معرض المشغولات اليدوية الذي أقامته أسرة المنتصرين بفناء المدرسة. تضمن الحفل عدة فقرات قدمها مجموعات من ذوي الهمم، وفي الختام سلم المحافظ شهادات التقدير لعدد من المتدربين بعد اجتيازهم الدورة التدريبية للغة الإشارة، كما سلم أجهزة تعويضية لعدد من ذوي الهمم. نتابع. تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا استيفانوس أسقف بيبا والفشن ومسؤول ملف الإعاقة بالمجمع المقدس، نظمت أسرة المنتصرين بالفشن التابعة للإيبارشية الاحتفال بالعيد القومي للإعاقة. حضر الحفل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشورى. النهاردة كان يوم جميل بخاص بذوي الإعاقة، بخصوص اليوم العالمي لذوي الإعاقة. باركنا في أسرة المنتصرين بالمقر بتاعها في الفشن سيادة الوزير دكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف. كان يوم مفرح، أولادنا ذوي الإعاقة من الكف البصري قدموا ترانيم وأغاني وطنية، كمان الصم قدموا أغنية وطنية أيضا، وزعنا أطراف صناعية، وزعنا كراسي متحركة، وزعنا عصاه للكف البصري. كان يوم مفرح ومبهج الحقيقة. أنا سعيدة جدا بتواجدي في ضيافة أبونا استيفانوس وأسرة المنتصرين، وده مش أول لقاء الحقيقة. يعني احنا كان لنا لقاء سابق من 3 سنين لما يعني حضرته عرض بروتوكول على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعمل قاموس إشاري وحد لغة الإشارة في مصر، والحمد لله ربنا أكرمنا وقدرنا نعقد هذا البروتوكول ونستخدم هذا القاموس في مدارس ولادنا من طلاب الصم وضعاف السمع على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية. دربنا على التخاطب ولغة الإشارة وإزاي نتعامل مع الصم، وإزاي نقدر إن إحنا نخرج السم ويتفاعلوا مع المجتمع وما يحسوش بفرق عن غيرهم، وإن شاء الله نبقى قد اللي إحنا خدناه ونقدم حاجة كويسة إن شاء الله. إحنا النهاردة كنا مبسوطين جدا بحضور سيدنا وبحضور معالي الوزير محافظ بني سويف وبحضور كافة أعضاء مجلس الشعب والشورى. كان يوم جميل جدا، شجعونا وفرحونا بوجودهم. ولادنا قدموا حاجات مميزة جدا، قدموا حاجات موسيقية وحاجات غنائية، كانت حاجات مميزة من الصم، والأولاد كمان اللي هم كف البصر الكل أشاد بالدور اللي مبذول، نشكر ربنا. وكمان كان عندنا المعرض وعندنا حاجات جميلة قوي، كانت معنا الدكتورة هالة عبد السلام كبير مستشار الوزير التعليم، وأشادت بالدور اللي مبذول من خلال القاموس اللي أنتجته أسرة المنتصرين. وإن شاء الله قريب جدا هيكون في حاجات تانية إن شاء الله، بنطمح أنها تكون جديدة فعلا زي ما كان القاموس أول حاجة، إن شاء الله في تطوير تاني ليه وهتكون في حاجة تانية قريبة كويس خالص. وعرضنا حاجات بسيطة عن اللي بتعملها أسرة المنتصرين بالشراكة مع المحافظة، مع وزارة التربية والتعليم، مع المجلس القومي للمرأة، مع كل الأماكن الجامعات المصرية، كل الأماكن اللي احنا لينا دور ولينا بروتوكولات تعاون معاهم مع أسرة المنتصرين لتبادل الخبرات. وكان يوم جميل جدا. تضمن الحفل عرضا لأنشطة أسرة المنتصرين خلال هذا العام، ومنها إنشاء وحدة سمعيات لذوي الإعاقة السمعية ومركز الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة الحركية. كما تضمن الحفل عروضا بلغة الإشارة وأغاني وطنية. وخلال الاحتفال افتتح محافظ بني سويف ونيافة الأنبا استيفانوس معرض المشغولات اليدوية من عمل أبناء أسرة المنتصرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما كرم من اجتازوا الدورة التدريبية على لغة الإشارة. هذا بالإضافة إلى تسليم عدد من الكراسي المتحركة والسماعات وعصي بيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة.